إذا كان الورثة بالاتفاق أجلوا قسمة التركة لمصلحة راجحة يرونها هم، يقولون والله الآن العقار نازل وإذا بعنا الآن بعنا بخسارة، اتركوا العقار على ما هو عليه، والله الآن سعر الشيء الفلاني نازل اتركوا كذا، يجب عليهم أن يزكوا هذا المال، يجب عليهم أن يزكوا هذا المال، لأن الملك تام هنا، ما في شيء ممكن أن يهدد هذا المال بالذهاب من بين يدي أصحابه، هذا باتفاقه. وهذا كثير حقيقة، تجد الآن بعض الورثة يقول لا إحنا الآن نريد أن نقسم بعد 4 سنوات، بعد 5 سنوات مثلا، وهذا المصلحة جائز. يقول عبد الله بن الزبير أخر مال الزبير، أخر القسمة إلى 4 سنوات، لأنه كان ينادي في الموسم من كان له حق على الزبير فليأتي، لأن الزبير كان يستدين ومن أغنياء الصحابة، يمكن من أغنى الصحابة هو، وكان يقترض يعني في الله، وتعرفون قديم ما في عندنا مثل هذه الحسابات، فأخره للمصلحة. طيب هذه مسألة يعني اتفقنا عليها، يبقى قضية الآن المال في عليه مشكلة، يعني الآن مثلا المحكمة حجرت على المال أو أوقفته أو أخرته لأنه على المورث ديون، عليه التزامات، عليه كذا، هذه حالة. إذن الزكاة المال هذا ليس فيه الزكاة، لماذا؟ لأن الملك ناقص، الملك ناقص. طيب حالة ثانية، اختلف الورث، حصل خلاف، مضى سنتين ثلاثة أربع، ما اقتسموا المال، إذن ليس عليهم الزكاة. طيب حتى تقسم التركة، طيب إذا قسموا التركة هل الآن تكون الزكاة بأثر رجعي، يزكون عن جميع السنوات الماضية، أم أنهم يستقبلون بهذا المال حول جديد؟ هذا يختلف حقيقة باختلاف قضية المال. فإذا كان الورثة يقولون لا نحن المال مضمون ولله الحمد، في إجراءات تأخرت، في خلاف معين، كل واحد ضامن نصيبه، يقول واحد خلاص احنا أصلا كل واحد يعرف نصيبه، أنا أعرف لي 100,000، ذاك يقول أنا أعرف لي 1,000,000، هذا يقول أعرف لي كذا، إذن يزكون بأثر رجعي، لأن هذا نفس الدين اللي على الموسر. أما إذا كان لا المال مهدد واحتمال ما يعني توزع التركة عليهم، احتمال يذهب، فهذا مثل الدين على المعسر بهذه الطريقة، مثل الدين على المعسر بهذه الطريقة.